تهديد ولا توريث. نحن ضد التوريث، لا في القرية ولا في القبيلة ولا في السلطة. وتوفير فرص العمل للشباب، وتوفير فرص العمل للشباب. سيظل همنا الرئيسي العمل على رفع مستوى معيشة المواطنين ومواصلة الإعمار والتنمية في الوطن ليتحقق لأبناء شعبنا طموحاتهم في حياة حرة كريمة وآمنة ومستدامة. عندنا حرية صحافة، عندنا احترام. كلام البلاطجة لن يمشي في الشارع. بلطجية، مستأجرين، معروفين من الذي بيأجروهم. يا شباب، عندو خرجتم على المؤتمر؟ ايوه، خرجنا في التحرير. كم كان يدلكم عشاء صبوح؟ والله العظيم ان احنا نرقد، وهذا اقسم بالله العظيم ان احنا بدون حذيان. اقسم بايات الله على العالم وكثر الزحمة يا عم، رجلي معورة وسفة الترابة على ايش؟ قبل 11 شهرا وأربعة أيام أنني سأتخلى عنه. كنت رافضا تماما، رافضا تماما للترجيح والقبول بالترجيح. أجمع الأمن، أجمع الاستقرار، أجمع التداول السلمي للسلطة. مع التداول السلمي للسلطة، أهلا وسهلا، تحياتي لكم الأخوة والأخوات، قيادة منظمات المجتمع.